على خير اومكم هانيه ولقيتكم هذا الفيديو بصحه جيده. مرحبا بكم من المغرب. اول مره شفتوا الكاميرا من هنايا، لا شك انكم توحشتوا هذه الصوره هذه انكم انتم معكم من وسط من قالب السياره ديالنا. توحشتي بنتك؟ كتوحشتي اهم حاجه عندك تخرج الكرويله. كاين الموت ديال الصهد، شي حاجه خياليه. حنا البارح حطينا بوست في انستغرام، قلت لهم عطيونا لي كيسيون ديالكم اللي بغيتو تعرفوا، بغيتونا نجاوبكم عليهم في فيديو في يوتيوب. المهم اجاكم شويه ضعفينا حيت كنا مرات جوج، باقي المرات صراحه شويه من دابا الحمد لله. شنو بغيت نقول لكم؟ وجاونا بزاف ديال لي كيسيون، وفي بلاصه ما نحطوا الكاميرا في الدار ونبركو فكرت قلت انه في بلاص من ما نحط الكاميرا بحال هكا في الدار نبقى نجاوبكم على الاسئله ديالكم. قلت علاش ما تخرجوش معنا انا نخرجوا نقضيو الاغراض ديالنا، تقداو شنو خاصنا وداك الشيء في نفس الوقت شويه وميم طون نبقاو بحال قلتو فلوغ، وهو في نفس الوقت كنجاوبكم على الاسئله ديالكم ماشي كنبركو في بلاصه وحده كنبركو نجاوبكم. ما جاوبوا على بزاف ديال السؤال الاول واش نتوما بخير؟ الحمد لله. يلا نشوفكم في الفيديو الجاي. يلا نشوفكم في البلاصه الجايه. يلا ايوا هادي بخاطركم كاملين. مرحبا باي واحد كيشاهدنا هنايا من كازا حتى لفين ما كنتو. رجعونا فين كنا انا وياك غنبقى ديما حداك. نبداو السؤال الاول سيداتي سادتي، هو قلكم انا من عند أمي ام 67، شحال ديال الوقت بقيتو اونصومبل قبل عاد تزوجتو؟ من 2015 ل 2019. ايييييي اش بدلتي الراديو؟ بدلت الراديو والو ايش شيلت الميوزيك؟ من 2015 حتى 2019، دونك ربع سنين ياك؟ ربع سنين عاد تزوجنا. جرجرني شو 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 كنت طفلة فاش نضجت شو 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 طفلة شو 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 ما شو 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 الدار اللي كنديرو. نعم بقينا أربع سنوات تزوجنا. وش منك يا إيش دوي يا اش؟ يلا دوي قري يا اش. صراحه ربع سنين داس دغيا داس مزروبه، حيتاش كنت باقا طفله كي قلت لكم، كنت باقا ما وصلاش السن الرشد، كلا ليا دماغي كي انتريني وقال لي دي تزوجي بنادم اللي بغيت نفخنا. كنا فورما ولي زابدو ني دولعو دابا بيكوشو. نتلاقاو في السؤال الثاني. تهلاو كبيدات، حيد حيد دكوكا، حيد نعيا ما نقادو يجيرو بليا. شوفوا شنو كيدير، حيد دكوكا خلينا يكون منظر جوين جميل جوين. شوفوا هذه هي الزربيه اللي خديت غاليه بزاف، خديناها ب 140 درهم وخدينا هاد المخدات هادي، خديت هادي اما غير باش يعطيو هنا شويه ديال الحياه، واخا انت هو الحياه، انت هو اللي مضوي هاد الدار. الله يحفظك الزين. انا راه مريضه. انا راه مريضه. طيارة طيارة، عاود لي مع طيارة البارح. واحد الطيارة بعدا تحت حداها. أتو واحد الطيارة،
انا شدني الفوغيغ في اليوسفين دان يلا بدا كيدي الناس كتحشم البارح ماش ماش تكون ديك الساعه شي جوجونس وقيره المهم سفيان يلا بدا كيدي الناس انا باقه واحد الطياره ديزا من فوق من الدار وقيله كانت تحط عندنا في التراس طير من قريب وقيله قريب راه ما يمكنش واحد الصوت تسمع انا نوجد نضحك ولا بدا كان تخيلت انا نازل عندنا وانا غنطلق على دوك الناس ونقول لهم زيدو كاين شي كادو واحد دخل بون نعطيك شي سؤال سفيان بلاتي حيت بديت ندخل كنتمنى يدوز سؤالي هالجوره شي غي بنو شي حاجه المهم حتى انا مسكرينياهم كطلع شي سميه كامله قالتك شنو السر اللي خلى سفيان يتعلق بك ويبغي اكثر واكثر دير هابر 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 اشوف قبل ما تجاوب انا غنعطيك مهله ديال واحد دقيقه هكاك ولا اجمل افكار ديالك بهرني انا عارفك التعبير كيخونك ولكن عارفك بهرني خليني هاد الليله نبات كنفكر في الجماليه ديال الجمل اللي غادي تعطيني جماليه الجمل اللي غنعطيك وتخن ديناصور عاوتاني ديري عرفتي البارح باركين رجوع له وهي شنو هي هادي بنت الخرا لا لا مش بنت الخرا ما فيهاش اللوان فيهاش اللوان ديال الدجاج الهوندا ديري هي غتجي ليا هي غتجي ليا هي غتجي ليا انا كنصور انت واش نقاتل كده باتي واش نقاتل مشات سكتات هددو يتسكت انت واش نقاتلك تا 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 اوي سلا اوكي خاصك تعاود تمسح داك الدجاج بحال عفات عليه ضرب الدجاج بصنديله قلت لكم باركين معنا ما بينا فهاد الدار حيت حنايا كنشتو كنبقاو باركين في الدار واحد شنو هي السؤال بلاتي نجاوبهم عندك ولا هذا شي جمله عندك في راسك لا ماشي جمله عندي في راسي دابا دابا حيت هاد السؤال هذا كيبقى يتعاود بزاف قال لك شنو اللي خلاك تعلق بيا شوف راه ما كاينش زعما شي حاجه بالضبط كتخليك تعلق بانسان مالك سير وكمل كنسمع ما كاينش شي حاجه بالضبط كتخليك تعلق بانسان شوف ملي كترتاح لشي واحد القلب كيرتاح للقلب لا قال لك علاش تعلقتي بيا بصفه عامه قلت لك بهرني يعني بهرني حيت بغيتها حيت بغيتها وانا بغيت وانا بغيت كيف ما كان صبر هبال وراه ديت راه ديت اش يعني واش كاين يعني هادشي حيت بغيتيني اوكي جيمري بيان سافوار كومون فوز افي فواياجي ديجا كنت شرحت لكم في فيديو ديال النهار الاول اللي كنا مسافرين فيه كتمشي للاماله هادشي انا ما عرفتش دابا واش بدلات ولا لا المهم سيروا للاماله اللي نتوما تابعين ليها وسولوهم قولوا لهم بغينا نسافر بعدا الا بغيتوا تخرجوا على البلاد راه ما كايناش السياحه خاصكم تمشيو يا خدمه يا شي حاجه على ود الصحه هادو شي حاجه اللي ضروري ما كايناش السياحه البنات والولاد يعني كتسافروا على ود خدمه ولا لا ولا على ود لا لا ود الصحة دونك سيروا الأمالة وقولوا لهم شنو الوراق اللي خصنا باش ندفعوهم باش يعطيونا الرخصة وهما داك الساعة يشوفوا واش اوكي ولا لا وغي غي ياخذوا معكم يمشوا معكم دو ا ازي يعني حيت ما عرفتش واقيلا كل شنو كيتطلب ما نقدرش نقول لك شي حاجة انايا ونخرج عليكم مهم واحد السؤال اللي وصلنا بزاف ديال شحال البيدجي اللي كفيكم كفاكم السفر شحال خسرتوا في هاد السفيره شحال قدكم في هاد السفيره شوفوا باش نكون معكم واقعيه ما غنقدرش نقول لكم ثمن محدد ديال شحال خسرنا حيت سكرينيت هذا ديال البيدجي وسكرينيت واحد البنت اللي قالت لي واش بلاتي نشوفها فينا هي قالت لي شحال تقام عليكم الفواياج كامل واش 20000 درهم كافيه بوغ دو بيرسون دونك هادي غنقدر نجاوبكم باش تفهموا اكثر 20000 درهم ما كافياش الا كنتو غادي ديروا نفس الفواياج اللي درنا حنايا و 20000 درهم ما كافياش من غير البيي و زعما ولوتيل انتما نقول لكم البيي حلوا معايا ودنيكم حيت كنلقى بزاف لي كومونتير البيي على حسب مع من غادي تسافروا واش تركيش واش العربيه واش لاغام مهم
وعلى حسب المده واش قطعتو على تيساع واش قطعتو قريب. انا كنفضل ان الواحد يقطع على تيساع. ديما كنا كنقطعو على تيساع وهاد العام واخا ما قطعناش على تيساع ياك قلت لها قطعنا وقيلا قبل شي ايام. انا ما قطعناش على تيساع ما الحمد لله ما لقيناش الثمن غالي ما غتلقاوش زعما شي ثمن رخيص مي ضروري 5 سوايع ديال 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 الطريقه سي نورمال ما غتلقاو طياره غاليه. دونك على حسب مع من غتسافروا على حسب المده. 500 درهم لواحد اقل حاجه. ما كاين عمره كاينه ب 3500 سفيان. علاش ما عمره لقينا ب 3500 درهم بي كايناش سفيان. ما كاينش 3500 والله ما كتكون ما كاينش 3500 عندكم. كاينه كاينه اه كاينه 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 ما كاينش. المهم نتوما اش غادي شنو غادي ديروا؟ غتدخلوا للسيت ديال معمن باغي نسافروا ولا سيروا عندهم نيشان لاجونس. انا النصيحه اللي نقول لكم حنايا انكم تقطعوا معاهم نيشان مع تركيش ولا مع العربيه ولا مع لغه. ما تقطعوش مع شي اجونس كتكون اللي كيكونوا مثلا في الشارع ولا شي حاجه حيت الا كانت شي حاجه دوك راه مازال مضمونين ضامنين راسكم معاهم. اوكم زعما يرجعوك فلوس باش يرجعوك فلوس مي بون بالعربي بعد ما ترجعش فلوس شكون فاهمين. المهم هي كيبدلوا لك البيه وشحال من حاجه كتشوفوا على حسب الوقت. راه الا قطعتي على تيساع كيكون رخص من انك فاش كتقطعي الوقت مزير. هذه اول حاجه. لي زوتيل تيليشارجيو بوكينغ هو اللي كنشوفوا فيه حنايا لي زوتيل. كتدخل كتب مثلا اسطنبول. انا النصيحه اللي نعطيكم هي خذوا في تقسيم باش كتكونوا قراب زعما للسونتر في تقسيم شارع الاستقلال وداك الشيء باش كيحس كيبقى حال في الليل. شوفوا عندكم من 200 درهم يمكن الليله حتى 5000 ولا 7000 درهم الليله انت وجهدك كتقلب ندير. انا كندير ديما يطلع ليا الرخص من الاول كنبقى هابطه كنشوف الحاجه اللي غتعجبنا والثمن اللي مناسب لجيبنا صافي هو اللي كنريزيرفيه. دونك بوكينغ هو اللي غيعاونكم في كل شيء. السؤال ديالنا نص ديال الفيديو ولا خصنا نشرحوا لهم حيت كيسولونا سفيان بزاف. شوفوا ما بغاش يقول لكم وا قول لنا شنو ولا كنشرح لهم هاد لي زانفورماسيون عطيناهم في ثلاث الفيديوهات. ما خلينا كيسولوهم بغاو يعرفوا كاين اللي ما شافهمش داك الفيديو تيشوفهم في هذا الفيديو. دونك بحال هكا بوكينغ غتشوفوا فيه لوتيل اللي نتوما بغيتو غتريزيرفيوه قبل ما تمشيو. قبل ما تمشيو زعما ماشي تريزيرفيو ولا توصلوا عندهم مع تريزيرفيو لا ريزيرفيو قبل. هادو جوج الحوايج كيبقى لك ملي كتخلص فلوس لوتيل وفلوس الطياره. ها نتوما عرفتوا هاد جوج شحال دايرين داك الساعه ملي نتوما كتقلبوا عليهم شحال دايرين كتعرفوا شحال دايرين. كيبقى لك جيبك 20000 درهم جوج الناس بوغ 20 يوم ما غتكفيكش حتى في الاحلام. هلو هلو كبيدة. المهم شنو الحاجة اللي ما كرهتيش تبدل في سفيان اي لوف يو؟ حضي راسك. كيفاش حضي راسك؟ مازال فاهمين كيفاش حضي راسك؟ لا يلا سير دوي كيفاش حضي راسك؟ وا دابا دوي ما قلنا والو دوي ما تشديش فيها علاش كنا فاهمين؟ نقول لكم تخاصمونيش مع الزوج نتاعي. لا دوي والله ما كايناش شي حاجة اللي زعما بغيتها تبدل. شنو كيدير؟ انا ما كندير والو انا كنشوف قدامي كنشوف خديه صفراء. واو والله والله العظيم الا ما كايناش شي حاجه اللي بغيتها تبدل فيه كيعجبني كيف ما هو كامل مكمول من راسو رجليه تعجبني هو هكاك بلي كاليتي ديالو بلي ديفو ديالو. صافي ديك لي ديفو علاش؟ صغيورين راه قلت صغيورين والله دوك راه بحلاوتهم دوك الديفوات راه بحلاوتهم الصغيورين. ولكن والله حتى اكثر حاجه كنحمد عليها الله وكنقول زعما ربي جازاني على شي حاجه زوينه درتها في حياتي يمكن ولا دارتها ماما ولا دار شي حد يدي في حياتي والله هو انه عطاني ربي هذا الكنز هذا اللي كيخاف عليا. يا دتي دابا كنعبر انا شو هو متعرفش يعبر و عندي مشكل في التعبير دابا هو كيطبق حتى انا كنطبق راه هادشي اللي كنت بغيت نقول كيخاف عليا. تخيلوا معايا اقسم بالله فاش كنكون مريضه واخا بحال دابا هاد المرض هادي واخا يكون هو مريض يبقى لي كامل مقابلني يقلب فيا انت شفت والله العظيم الا الحمد لله حمدتك يا ربي وشكرتك على هاد الكنز هذا اللي عطاني سيدي. علاش عينك غرغره؟ ما الحب توما 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 تو
انا ويلي 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 اللي كيعرف يعبر ديما كيكون كذاب. كنت هكا معكم والله ما فيا كذوب تنافق، انتم عارفين هذا الشيء. ولكن عارفيني عارفين الكاركتر ديالك كيفاش داير. علينا عامين وقنا نكملوا معاهم شحال ليت عامين شهر سعود من هاد الميشن والصف كامل نكملوا معنا عامين. المهم تفرجوا في فيديوهات الاغلبيه، رجع تفرج في كلشي. الراس كل اللي كيصيفطوا لي ديما مساجات كي يلا طاح على لاشين، رجع تفرج في كلشي عاوتاني. والله بازلك. ما فيهاش الكذوب وما فيهاش التنافق والله العظيم، ولكن التعبير كاين. لا التعبير ما كاينش موجود. انا حطني اقول لي هذا راه مازال شويه مازال شحال درا كان جوتين بلحظه داك الزين واحد النهار قال لي اسكو تو ميم كنا باقي نهضروا قلت لي جوتين قلت لي جوتين بيان قلت لي مالي جرو قلت لي جوتين بيان سيري جات جيميني بيان واجي جوتين بيان بحال داك الشيء كنقول لك ليم ديالك ما عرفتش قال لي راسي من كي داك جوتين بيان فوكس بقيت قلت لي جوتين بيان وي شرشمني من تما كاينه جوتين مون امور والتعبير وكنصيفط ليه التكست قد دكا والميساجات بحالي كنت كنعيط لها كتقول لي الو بحالي كنعيط لها كتقول لي الو لا كانت عندي واحد الو بيرده الو بحالك لا ماشي بحالك كنعيط لها كنت الو ديري هشام الو الو كيقول حطنا ندور فيها قلت لها الشريفه تديري شاد الو قالت لي علاش كتهضري معايا بحالك انا ناقص قلت لها ما يهضرش معاك ناقص قالت لي علاش كتقولي لي الو بحالك الو ما عرفت سبحان الله تبدلت تبدلت عمرك ندمتي على زواجك شوي لا صراحة لا والله عمرني قلت زعما جاتني في بالي ولا قلت ندمت علاش تزوجت ولا ما كانش عليا نتزوج دا بالعكس والله كنحس ان هاد الغولاسيون ديالنا زوينه بالزوين ديالها وبالخيب ديالها بالصعوبات ديالها وكل ما دازوش بزاف الصعوبات والله ما كانش الحب غادي يزيد يكبر بحال هكا وما كناش غادي نتعلقوا بحال هكا مع بعضياتنا بزاف. دابا راه اقسم بالله العلي العظيم الا مولفين بعضياتنا لواحد الدرجه خياليه. او بعض المرات كنتسائلوا بعضياتنا انا ولا هي علاش هاد الانسان كيدير بحال هكا. بعض المرات ياسمين كدير شي لعيبات اللي كنتسائل علاش دارت بحال هكا كلعيبات فاش صافي بحال نهار الدار كانت مرونه تناقضنا عليها انت نهار قلت لي ما تجينيش في الخاطر عرفتي ما قلتها لي ومشيت وقلت وقلت كنقول عارف دابا علاش كدير بحال هكا علاش دابا نقول لكم بعض المرات كنعرف انه ديك الحاجه اللي ما نقولش عليها ما غندير. قلت لكم بعض المرات كنعرف انه ديك الحاجه الا ما غوتش لي عليها ولا ما نقولش عليها ما غنديرهاش وانا عارف هذا الشيء كنخلي حتى كي نقول انا عاد كندير وانا نقول لي داك النكتي براسك انا هكا اللي ما نقولش على حاجه ما غنديرهاش وكيشوف تجري انا حره كنت دابا علاش كدير بحال هكا ما انا شنو ناقصه مشاكل هاني هو ديك الحلاوه ما قالت لي انا راه ما تجينيش بالخاطر لا لا ما تجينيش بالخاطر كفوج عليك صاحبي ولا لا ريحت في الحمام ومدبو فيه بحال هكا ولا فيه شي ديفو من الاصل ولا سانتي بحال هكا نورمال في ديفو خوت شوفو شكرين انت من الصباح انت تشكري فيه وقال لك انت الله يعمر دار الحب وكل شيء ولكن باش تسنيني نقول عليك باش ديري شي حاجه ولا هربت ما هربت حنا وكي دايرين حنا ماشي بخاطر ما تجينيش بخاطر انا ما تجينيش الخاطر ندير لهذا دابا شكون شي انا تجيني الخاطر صافي حنا هو كديرين واش ناويين تسكنوا ديفينيتيفمون في لا تركي لا صراحه بين طولنا في الاسنين يا بلا كنا كنمشيو ليها تقريبا تخفاب كنا كنمشيو ليها 7 ايام كنجيو ما كنحيدوش منها الشوق ولكن 20 يوم لا الصراحه شنو نقول لكم البلاصه اللي نقدروا نسكنوا فيها بزاف خصها تكون عندنا فيها خدمه ما غير خصها تكون خدمه خصها تكون مفوجه فهمتيني عندك ما يدار شي بلاصه مبحره شي بلاصه فهمتوني قنطنا شويه ماشي مدينه كبيره فوالا بودروم عجباتنا شي طايلون عجباتنا بزاف ولكن الصراحه خاصنا الا كنا غنسكنوا مثلا في لا تركي ولا شي بلاد خاصنا خدمه خاصنا نخدموا فيها او ميم طو صافي ولفنا اننا نخدموا حياتنا تكون خدمه تفواج هكا كل حاجه فوقيتها باش كل حاجه كتجي تبقى قال الصراحه ما عندناش الكتاف باردين حنايا اطفى كاميرا الخوت واش سفيان يقدر يتزوج عليك
اي لوف يو، الله يسهل عليكم، كتعجبوني وكيعجبني كيفاش كتعاملوا. دير واحد بنت متهودة، جاوب 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 باش تقدر تزوج عليا. لا انا كيجيني اصلا شي ديال الجعيالات وكذا تخربيق، من غير ان بيني وبين ياسمين الحب وكذا وهذا. سيسي كمل كمل غطى. كيجيني زعما هادشي ديال الجعيالات وكذا تخربيق، واخا تكون قاد عليه واخا تكون شحال من حاجة، حيت ميمكنش تعطيني بس الحب هنا وميمكنش تبيعني جوج مرات. هي اللعيبة هادي صعيب تبيع جوج مرات. اللي كيحس براسو اللي غيتزوج على مرتو، اذا ما كاينش واحد لامور بيناتهم، ما كاينش واحد احترام. راه احترام هذاك انك تمشي تجيب على وحده اخرى، علاش مالها هي شنو ناقصها؟ لا هو شوف هادشي كاين في الاسلام وكذا، ولكن هو حنايا انا 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 حنا الراي ديالنا بحال هكا، فهمتوني؟ كاينش نفس السؤال عاوتاني لكم بطريقه اخرى. tu penses un jour donner à ton mari la possibilité de se marier؟ عاوتاني هذا الفرونسي هضره اخرى بيان سيغ، علاش لا؟ بيان سيغ سيد خالد ادريسي لا خويا ملي هضر بالفرونسي سيدي ديزا جامي. انا جاوبتك انا بالفرونسي جامي، لا ابدا ابدا ابدا. عمرني نتخيلوا مع شي وحده اصلا. او مروحيه تيارا تيارا حنا مروحيه، هذه مروحيه تي صح. اي هاي اللي شحال قريبه. ويو كانت غتنزل عندنا حنايا زعما، هنايا كانت كانوا يبركوا يشربوا معنا، كانوا يجاوبوا معنا الاسئله. لا صراحه لا، ما كنتخيلش سفيان مع شي وحده اخرى من غيري ابدا ابدا. واش نتي من الناس اللي يقدروا يسكنوا مع الاكوزه؟ انا جاوبكم على السؤال. خالتي تنحمق عليها وعزيزه عليا بزاف، والله عمرها دار ومن اطيب خلق الله ومن الناس اللي كيشدوا الخاطر بزاف. سفيان الكود ديالك فرقاني. من الناس اللي كيشدوا الخاطر، من الناس اللي تكبر بيك، من الناس اللي عيبها بعيد، فريمون عيبها بعيد والله القسم. واحد الانسان اللي درويش الله يعمرها دار، نتوما راكم شايفينها في الفيديوهات. لا سواء مع خالتي بالعكس على راسها انني نسكن معها ولا تسكن معايا، ولكن انا وسفيان صعيب يتزاد علينا الثالث في الدار. صحيح انا وياه فقط كنشدو سدين الواحد. حنا مبرهشين براش يعني، بس ما عادش حد غنديرو ليه الطياره. طرزان وتشيطا ما صراحه ما لحد الان باقي ما نقدرنا اننا واحد يبات فقنت بلا لاخر ولا شي. لا لا سواء لا لا ماما ماما، المهم حنا هكا هكا دايرين. انا لا هو ساكنين مع راسنا، يلا كنتفاهموا يلا كنجيبوها يلا مشيو تنقرنا نتنقرو على خاطرنا. هادشي اما كيكون شي حد كيتحشم انك تخرج الغلاغيل ديالك وتعبر كيف ما كان، هذا هو هادشي زعما هادشي هادشي كنقولو. خالتي اي لوف يو، راكي عارفه اللي كاين واحسن احسن حمات في العالم. هادشي كنقول لكم منك وتا الوالده بحال هكا فخباركم ديري كونت. خالتي خالتي واخا تقتل والله انا سكنت معاك والو ما تفوتش معاك واحد الشيء مرة بعيام كتقول لك لا صافي غنمشي لا وخاص بيني يبقى على خاطره هكا والو. تا هي فات هي فات، حتى هي ما عندهاش الفكره دي انها تكون مع ولدها ومرته. اما واحد ماما جات دي الدار هنايا جوج المرات، الدار الاولى تا هي جات عندي واقيلا جات ثلاث المرات. ماما كتجيب العراضه ما تجي واخا تقتلها، كتقول لك ما نديرونجيش نسيب انا، حيت امها الله يرحمها كانت بحال هكاك، ما كانتش كتمشي عند بناتها بزاف وداكشي، يجيو عندها نفسه عندها كلشي باش هي تمشي وتبرك ديرونجي نسيب، ماشي بحال ولدك فهمتوا. ملي كتمشي عند ولدك مرات ولدك انت وياها مرا بحال بحال ما نسيبك كيولي وحشماني بركي تسرح وانت حشمانه تبركي. دونك ماما ما ياكك شاد رجلي عندها هذا تقراك هي مع سفيان واش خالتي ما تبغيناش واخا غير والو. هي الا خرجت لك بدات الزنقه ما تقولها لحد. صافي سالوا الاسئله قبيله طفات لنا الكاميرا وسط من الهضره وسط من التعبير وخلنا التعبير وما كملناش معكم. المهم كنت غادي غير نختم لكم الفيديو تمانيت، وكما نقول لكم شكرا بزاف على الميساجات كاملين اللي صيفطوا لينا. اي واحد خدا من وقته صيفط لنا دي كيسيون ولا شي حاجه بغى يعرف شي حوايج، جيسبر نكون جاوبتكم على كاع داكشي اللي بغيتو تعرفوا، وعلى المعلومات خصوصا على المعلومات اللي بغيتو تعرفوا على ودي صفا. اي سالي الفيديو ديالنا هنا بشراء عطيو سفيان ندير شويه المونتاج. نتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله. باي باي.